لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. بالعكس والله ما بذكروش لا خالص. ما بحبش أنكد على الناس يعني، بس لما حد بيسألني بجاوب عليه على السؤال. هي بالنسبة لي ملاكي الحارس اللي جات لي قبل ما خلف قسمة، يعني هي عيد ميلاد خديجة قبل قسمة بأسبوع واحد. يوم عيد ميلادها كان أول مرة ما روحش أزورها، يعني جات لي في الحلم وجات لي بسنها. أنا أول مرة أقول الكلام ده، يعني جات لي ما جات ليش وهي بيبي، لأن هي توفت 8 شهور ونص. هي جات لي بنوتة كبيرة عندها حوالي 7-8 سنين، وانا فاكره شكلها كويس، وكان عندها قصه وشعرها طويل، واخدتني من ايدي ورحنا مكان زي حته على بحر وقعدنا لعبنا مع بعض منتهى الهدوء، ودي كانت اخر مره اشوفها. هي جت تودعني قبل ما اسمها تيجي. انا صحيت من النوم وقمت فاكره الحلم، وقمت بغسل وشي وبصيت في المرايه وانهارت من العياط، لاني افتكرت ان ده يوم عيد ميلادها. هي جات لي يوم عيد ميلادها، فيعني هي كانت جايه تودعني وبس. فما بنساهاش عمري. عايزه اقول لك بقى، انا من كتر ما بكلم اسمت على خديجه، مع ان هي ما شافتهاش، هي جت بعديها بسبع سنين، هي بكيمي لحد دلوقتي بتكلمني على خديجه، وحتى صورتها عندها وخديجة يا مامي يعني يعني ما بنساهاش. وهي دي خالص، دي جواز سفري، جواز دخولي الجنة، فإزاي ما اتكلمش عنها؟ أنا فخورة يعني إن أنا أم خديجة يعني. أنا الأول كنت بتأثر، لا أنا الأول كنت بتأثر، بس إحنا من كتر ما بنسمع دلوقتي عن أخبار حاجات وناس حوالينا يعني ناس ولادهم كبروا وقعد بقوا 17 و18 سنة وربنا بيختار ياخدهم، إنه بتقولي لا يعني فاهمة. الحمد لله. يلا.